أعلن مجلس النواب التونسي تضامنه الكامل مع النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التي واجهت تهديدات بالقتل على خلفية مواقفها السياسية، كما دعا البرلمان إلى فتح تحقيق وتوفير الحماية لها، حيث وصفت رئاسة مجلس البرلمان تهديد النائبة موسي بالإرهابي. وكانت عبير موسي أعلنت عن تلقيها معلومات من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بوجود تهديدات من الداخل والخارج باغتيالها. طبعا احنا نند بكل قوة وبكل حزم ضد هذه التهديدات، ضد معناتها التهديدات على زميلتنا السيدة عبير موسي، وكنا أصدرنا بيان، وكنت أنا شخصيا كرئيس كتلة أصدرت بيان في هذا الغرض. ونحن أكثر من هكا نحملوا المسؤولية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باش أولا يفتح بحث في هذه التهديدات، وإحنا بيدنا كقيادات في الحزب قاعدين معناتها متعرضين للتهديدات، كل يوم قاعدة تجينا تهديدات. كل محاولة اعتداء على أي تونسي هي مدانة ومدانة بشدة، ويجب أن نتحمل مسؤوليتنا دولة وأفراد في حماية كل مواطن تونسي، ما بالك أي شخص يعبر عن آراء سياسية، وأولهم وقبل معناها من ضمنهم السيدة موسي اللي هي يعني تعمل في السياسة ومن حقها كافة الحماية لها. احنا بطبيعة الحال خرجنا مساندة مطلقة للزميلة عبير موسي رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر بعد تهديدات اللي جاتها بشكل رسمي بعد اتصال السلطات التونسية والهيكل المختصة وبلغتها بالشيء هذا. احنا الشيء هذا بطبيعة الحال نرفضوه، كل ما عنده علاقة بالإرهاب والترهيب والعنف السياسي خاصة المسلط ضد السياسيين، أو كل من نختلف معه على مستوى وجهات النظر، أعتقد أنه تجاوزنا المراحل هذه بسنوات في تونس وما فما حتى إمكانية للعودة لها.